ولكن الان الاعلام بيلعب فيكم. الان الاعلام بيحاول يفهمكم انه ديروا بالكم اذا بدكم تخرجوا على سياسة هدول الناس تتقتلوها، تتدمر بيوتكم، بتصير فيكم. ليش هو وانتم موجودين شو صار فينا؟ وانتم موجودين شو صار فينا؟ الان استلمت الشعوب المبادرة. هذه القضية لن تنتهي وترجع الامور زي ما كانت. والجميل انه هذول الزعماء كلهم طلعوا على السطح واذا بهم اسفل اهل الارض. يعني طلع الاستعمار اكثر اخلاقية وبتقدر توثق فيه اكثر منهم هم. الاستعمار لحدود، يعني مصالحه لحدود، وفي النهاية بقول لك يعني هذه شعوب برضو، يعني هذول مستعدين يقتلوا الناس ويبيدوها بس يظلهم موجودين. هذول مش مسألة كراسي بس، مش مسألة كراسي بس، هذول موظفين وكاين اعلان الاستقلال كذبة. ولا ليش بيحرصوا هم ما ننتخبش احنا؟ ليش بيحرصوا ما ننتخبش احنا؟ ليش كل شعوب الارض بتنتخب واحنا اوعى من كثير من شعوب الارض، شعوب العالم العربي اوعى من كثير، ليش يعني احنا ممنوعين نختار؟ كيف تختار انت؟ تختار انت، تختار يا خطير انت. اذا هي نعمة الان، اللي بصير الان نعمة، لانكم انتم بتقولوا هي شو هالحكام هدول اللي قبل كانوا احسن، اللي قبل كانوا احسن، ليكون مبارك كاين احسن من السيسي. انا قال مبارك احسن من السيسي؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال انه بيختلف يعني؟ اذا بدنا نظلنا مخدوعين والله الحاكم الفلاني احسن من الحاكم احسن في ايش؟ في قدرته على التخفي يعني؟ احسن يعني في قدرته على الخداع؟ انا بدي اشوف على ارض الواقع. انا هيني شفت واقع في غزه و2012 و2014 وكل مرة افضل من اللي قبلها، مع العلم في حصار. ومين اللي محاصر؟ اللي مش جوا سيس قال 2008 2012 2014. طب 2022 ايش بكون؟ شوفوا، لن تتراجع الامة. الشعوب استلمت لانها الان، وهذا اللي كان مطلوب. المطلوب تعرف الشعوب الحقيقة. الشعوب بتعرف، بتقولوا لي بس احنا بنلاقي صعاليك مش عارفين، احنا بنصطدم في حياتنا بصعاليك مش عارفين. لا، لانه في ناس منتفعين. ليش؟ ليش لما قلت لكم شاور كان يقاتل مع الصليبيين ضد نور الدين، تمام؟ معوش جيش شاور من المسلمين اللي بيجوز في رمضان بصومه؟ كان معه ولا ما كانش معه جيوش؟ طب بلاش شاور، اللي جانا من مكة شو اسمه؟ الشريف حسين، كانوا معاه عرب ومسلمين يقاتلوا ولا ما كانوش؟ قاتلوا مين؟ قاتلوا مع بريطانيا والدول الحلفاء، يقاتلوا الأتراك. بلاش الأتراك، احنا في الحرب العالمية بريطانيا جيشت من الشعوب العربية ولا ما جيشت؟ وقاتلوا. اذا على فكرة في من الشعب نسبة ساقطين، هذول بيقاتلوا مع اي واحد ساقطين. انتوا اذا كنا احنا نقاتل تحت لواءهم في، اذا بدكش تلاقي من يقاتل تحت لواء السيسي؟ طب ما هو تحت لواء بريطانيا، قاتلوا. وممكن يقاتل امتك كمان، ليبيا، الجزائر، مغرب، قاتلوا. ولعلمكم عبد الكريم الخطابي هزم الجيش الاسباني واجتمع عليه جيشين، جيش اسباني وجيش فرنسي. عبد الكريم الخطابي استقل 5 سنين في الريف المغربي، هزم الجيوش هاي كلها. اذا هذول الجواسيس لو بدهم في الارض المقدسة يقاتلوا، مين اللي بيحتل؟ طب ما دول عظمى، عمر المختار وعبد القادر الجزائري مش بعاد، هاي هم قراب، وما كانش بيملكوا السلاح اللي بتملكوه انتو يا جيوش عربية. وبدكم تصدقوا هذول اللي هربوا ب6 ساعات، بدكم تصدقوا هذول اللي حاربوا 8 ايام وسلموا البلاد؟ مين هذول؟